بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله نبدأ ونستعين مع انطلاقة جديدة من انطلاقات الخير والبركة في هذا المساء، حيث يسير شوط جديد من أشواط الخير والبركة، وهو شوطنا الخامس عشر الذي خصص بالنسبة للإبكار الثنائي المحليات الأصايل لأصحاب السمو الشيوخ عبر هذا النقل الحي والمباشر من قناة دبيرس هنغو والقنوات الناقلة لهذا المهرجان، حيث نسير مع هذا الشوط ونلحق مباشرة بمقدمة هذا الشوط والصدارة الأولى. هذه هي الشاهينية اللي على مقدمة هذا الشوط وعلى المركز الأول لهجن العاصفة، يقودها في عملية التضمير والتدريب غياث الهلالي، بينما النقلة إلى المركز الثاني هذه هي تتقدم الشاهينية، تتقدم بشعار هجن زعبيل، يقودها المتألق راشد بن محمد بن مروشد في عملية تضميرها وتدريبها، بينما النقلة إلى المركز الثالث. هنا أجد على المركز الثالث والرابع والخامس الشاهينية والشاهينية والشاهينية لهجن العاصفة، يقودهم في عملية التضمير والتدريب غياث الهلالي، بينما في المركز السادس تابع الوصول على سادس المراكز من قبل الظبي بشعار سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم سعيد بن عبيد بن خليفة الحميري، يتولى عملية تضميرها وتدريبها في المركز السادس، بينما النقلة إلى المركز السابع أجد على سابع المراكز عسيلة بشعار سمو الشيخ دياب سهيب بن محمد آن هيان والصادق فضل الأمين، اللي يتولى عملية تضميرها وتدريبها في المركز السابع، بينما النقلة إلى المركز الثامن أجد على ثامن المراكز. هذه تتقدم الشاهينية لهجن العاصفة، يقودها غياث الهلالي في عملية التضمير، بينما في المركز التاسع على الوصول والانطلاق من قبل ثمين بشعار سمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد المكتوم، يقودها حمد بن خميس بن يبعى الغويس السويدي في عملية تضميرها وتدريبها، بينما في المركز العاشر هذه هي عبث بشعار هجن البشاير، يقودها عبيد بن محمد الوهيبي في عملية تضميرها وتدريبها. هكذا مشاهدينا ومتابعينا الكرام النتيجة للعشر المراكز الأولى التي تسير بناموس هذا الشوط، وفينا لحضراتكم هذه الأسماء التي تسير بهذا الانطلاق، بينما أسماء وشعارات بعد العشر المراكز الأولى لم يحين موعد دخولها، لكن ننتظر تحدياتها في الأمتار الأخيرة. عودة من جديد إلى الصدارة، عودة إلى المركز الأول، إلى البداية الأولى، والشاهينية الشاهينية هنا تتقدم نحو الصدارة، نحو المركز الأول والبداية الأولى بشعار هجن العاصفة، شعار التألق يتواجد على مقدمة هذا الشوط، يسيطر على المركز الأول والثاني، تعود ملكية الشاهينية والشاهينية لإمبراطورية هجر العاصفة، يقودها غياث الهلالي في عملية التضمير، بينما في المركز الثالث وتابع الوصول من قبل اللي هي الظبي، الظبي مندفع على المركز الثالث بشعار سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم سعيد بن عبيد بن خليفة الحميري، يتولى عملية تضميرها وتدريبها، بينما النقلة التالية إلى المركز الرابع، وهذه تتقدم شواهين بشعار هجن زعبيل، مؤسسة هجن زعبيل غادمة بشواهين بقيادة المضمر المتألق دائما راشد بن محمد بن مروشد من يتابعها بالتضمير، بينما في المركز الخامس، في المركز الخامس الشاهينية بشعار هجن العاصفة، يقودها غياث الهلالي في عملية التضمير، بينما في المركز السادس الشاهينية لهجن العاصفة غياث الهلالي يتقدم في عملية تضميرها وتدريبها، بينما في المركز السابع
في المركز السابع وتابع هنا عسيلة، عسيلة تتقدم بشعار سمو الشيخ ذياب بن محمد آل نهيان والصادق فضل الأمين يتولى عملية تضميرها وتدريبها نحو المركز السابع، بينما في المركز الثامن هذه الشاهينية، الشاهينية لهجن العاصفة تتقدم ويتقدم غيات الهلالي في عملية تضميرها وتدريبها في هذا الاندفاع. بينما النقلة مشاهدين الكرام إلى المركز التاسع، وهذه هي تتقدم مؤسسة هجن البشاير التي تعود أيضا هذه المؤسسة مالك صاحب السمو السيد أسعد بن طارق السعيد، ويتولى عملية تضمير وتدريب عبث عبيد بن محمد الوهيبي. بينما في المركز العاشر وتابع وتابع الوصول والانطلاق من قبل الشاهينية اللي تعود ملكيتها لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، سعيد بن محمد بن مراشد المتعب الصغير اللي يعتني في تضميرها وفي تدريبها ما شاء الله وتبارك الله على هذه الأسماء، على هذه النوعيات والنجومية اللي تحضر بها هذه المؤسسات العملاقة. ولكن هنا 8 كيلومترات هي المسافة المغررة لهذه الفئة العمرية، يبيلها تكتيك، يبيلها أيضا متابعة شيقة من خلال هذا المسار. ولكن العودة، العودة جماهيرنا الكرام متابعي أيضا انطلاقات مهرجان سمو ولي عهد دبي في هذا المساء، حيث شاهدت قوة المنافسة مع سن الثناية والتألق في هذا المساء الجميل. ولكن العاصفة، العاصفة 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 مقدمة لنا الشاهينية، مقدمة الشاهينية على الصدارة الأولى التي تقود هذه الأصايل، التي تقود هذه الإبكار، هذه الكمية الهائلة من هذه النجومية التي تسير، التي تبحث عن ناموس هذا الشوط. هذه الشاهينية لهجن العاصفة، غيات الهلال يتولى عملية تضميرها وتدريبها. بينما في المركز الثاني كذلك الشاهينية منطلقة بنفس الشعار امبراطورية العاصفة، هذه الامبراطورية التي شاهدنا منها الخطورة في هذا المهرجان، التي مشاهدين الكرام توعد جماهيرها بالانجازات القوية في هذا الموسم. شكرا غيات الهلالي على هذا الاداء المثير التي تقدم هذه الاصايل، هذه النجومية. بينما النقلة الى المركز الثالث وتابع الوصول من الظبي بشعار سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم، سعيد بن عبيد بن خليفة الحميري يتولى عملية تضميرها وتدريبها. بينما الشاهينية قادمة في المركز الرابع لهجن العاصفة، أما في المركز الخامس كذلك الشاهينية لهجن العاصفة غيات الهلالي، من يعتني في عملية تضميرهن وتدريبهن في هذا المسار الجميل. بينما عبد تتقدم في المركز السادس لهجن البشاير، مؤسسة هجن البشاير قادمة في هذه اللحظة بقيادة عبيد بن محمد الوهيبي الذي يتولى عملية تضميرها وتدريبها. بينما النقلة إلى المركز السابع ليجد الشاهينية كذلك لهجن العاصفة غيات الهلالي يتولى عملية تضميرها وتدريبها. بينما في المركز الثامن الشاهينية قادمة الشاهينية بشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم المتعب الصغير سعيد بن محمد بن مراشد في عملية تضميرها وتدريبها. أما في المركز التاسع هذه تتقدم وتأتي الغزيل، الغزيل لهجن الرياسة يقودها الظافر علي بن يميل الوهيبي. بينما في المركز العاشر هذه شواهين بشعار هجن زعبيل تتقدم ويتقدم المتألق في تضميرها راشد بن محمد بن مراشد، يلا يا خبراء التضمير حزام الغابات بدينا نغادر، بدينا نغادر هنا، بدينا نتجه اتجاه سليم نحو المنصة الرئيسية والتركيز. نطلب من هذه المضمرين المتابعين لهذه النجومية هذه الأصايل. ولكن العاصفة،
مقدمة الشاهينية مسيطرة على الصدارة الأولى، مسيطرة على المركز الأول. الله 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 الله، هذه هي الشاهينية لهجن العاصفة غيات الهلالية. من يتابعها في عملية التضمير والتدريب، بينما في المركز الثاني تتقدم وأيضا تنتقل من مركز إلى مركز آخر. هذه هي عبثة لصاحب أول هجن البشاير التي تعود ملكيتها لصاحب السمو السيد أسعد بن طارق السعيد. الله والشاهينية والشواهين، نعم شواهين تتسلل هناك لتبحث مشاهدين الأعزاء عن ناموس هذا الشوط العايدة ملكيتها لهجن زعبيل. يقودها المتألق راشد بن محمد بن راشد في عملية تضميرها. والشاهينية غادمة هناك، العزوم ان تغير. في المركز الثالث لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، يقودها المتعب ايضا سعيد بن محمد بن مراشد. الله خلاص 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 خلاص، السبعمائة متر الأخير، والشاهينية قادمة لهجن العاصفة غيات الهلال يتابعها في عملية التضمير. ولكن دعوني أعود مع شواهين. الله الله، انطلقت شواهين ما شاء الله وتبارك الله على الأداء المثير التي تقدمه شواهين لهجن زعبيل المتألق راشد بن محمد بن راشد. شكرا يا المتألق، شكرا على الأداء. بينما هنا العزوم غادمة لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، ولكن خلاص شواهين النقطة الثالثة في هذا المساء. تهانينا والناموس لهجن زعبيل ومالك سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم. تهانينا للمتألق راشد بن محمد بن مراشد الذي غادها في التضمير، بينما العزوم وصلت في المركز الثاني لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم. المركز الثالث الشاهينية لهجن العاصفة. المركز الرابع وصلت الشاهينية لهجن العاصفة. خامسا وصلت كذلك الشاهينية لهجن العاصفة. هكذا مشاهدين الأعزاء ومتابعين الكرام شاهدت منافستي هذا الشوط، عودة إلى التوقيت الزمني. وهذه هي الشواهين تؤكد بأنها منتزعة النقطة الثالثة لهجن زعبيل في هذا المساء من خلال هذا الحضور بتوقيت زمني مقداره 12 دقيقة 25 ثانية خمسة أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن زعبيل والتهنية للمتألق راشد بن محمد بن مروشد الذي غادها في عملية التضمير. بينما وصلت العزوم لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم ب 12 دقيقة 27 ثانية سبعة أجزاء من الثانية. تهانينا للمتعب الصغير الذي غادها في التضمير سعيد بن محمد بن مروشد. بينما وصلت في المركز الثالث الشاهينية لهجن العاصفة بتوقيت زمني مقدار 12 دقيقة 29 ثانية سبعة أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لهجن العاصفة والتهنية لغياث الهلالي. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.